مخطبين ومخلصين وقاعدين بأجارات وقاعد ندفع، وعندك أقساط البنك، وهذه هي أهم المشكلة اللي احنا نعانيها بالوقت الحاضر. يعني ريال عندي بيتين زين، قاعد أدفع إيجارين، وريال متقاعد على قد حالي، يعني قاعد أصرف مصاريف أكثر من معاشي بالشهر. ونتأمل إن شاء الله يعني أساس أن الأخوان بوزارة الكهرباء المعنيين بالشغلة هذه يستعيلونا في الكهرباء. قبل سنة تقريبا حطوا تصريح حق الوزير أنه راح يوصلون الكهرباء بشهر 10 2014. أنا شخصيا على أثر التصريح هذا، وكان التصريح هذا موجود بموقع كونة، يعني موقع رسمي حق الدولة، شديت حيلي بالبنيان، والحين قريب أخلص، قاعد أشتغل الديكورات وكذا، وهم محتاجين السكن إحنا، وهذه الشبات تمديداتها كلها كاملة. يعني سبق وأن صرح الوزير في 10/9/2014 حول إيصال التيار الكهربائي في تاريخ أواخر نوفمبر 2014. بموجب وعد هذا الوزير، الكثير مننا مثل ما أنتم شايفين بلش في عملية البناء، وتحمل كذلك مشقة القروض ومع القروض وكذلك الأجارات اللي مترتبة عليه. بالإضافة إلى ذلك إحنا قاعد نخسر يعني كل شهر على حراس، على سرقات قاعد تروح من عندنا، أنا ماكينتي راحت من عندي، كذلك الحديد انباق من عندي. إحنا تقدمنا مجموعة من أهل المنطقة، إحنا نتكلم كله بأهل المنطقة، ورحنا وتكلمنا مع أحد الوكلاء، وعدونا وعود إن شاء الله خلال الأشهر، ومنتظرين لا يومك هذا ولا في أي شيء، ولا حاسين إن في خطوة بتصير. يعني لو أنا حاسين شو ما دعيناكم، ما قعدنا وياكم، ما سوينا، ما حضروا الناس والمجاميع هذيلة كلهم. والله الشباب هني اللي هم سكان المنطقة سوينا جروب وسوينا كذا، وحطينا تواقيع الأغلبية يعني زين، وسوينا كتب، بس ما نشوف يعني ما نشوف تجاوب ويانا يعني صراحة. أغلب اللي موجودين قسايمهم جاهزة معاي، لكن البقية اشتغلوا ووقفوا، قالوا لأن الظاهر الأمل بعيد على قضية الكهرباء، عرفت شلون؟ أنا أساساً صار الحين 6 أشهر موقف عندي بالقسيمة بسبب ما في كهرباء. أنا ما عندي استعداد إني أحط ديكور وأحط أرضيات، وبعدين الأرضيات تشب عندي، الأرضيات البيبان تخترب عندي، تنتفخ البيبان كذلك. يعني من يتحملها؟ من ممكن يعوضني في هذه بعدين مستقبلاً؟ قرار إجماع حكومي، وقرار عند وكيل، ما إحنا عارفين عند منو، يعني إحنا ضايعين، إحنا بروحنا مو عارفين من حق الاتجاه نروح له، هل وكلة، هل وزارة، هل مجلس الأمة، مو عارفين يعني، هل مجلس البلدي؟ احنا هل الديرة وهل البلد هذه، يعني على المسؤولين يهتمون ويشوفون الوضع اللي احنا فيه، واذا يقدرون بعد يحطوا لنا نقطة أمنية كذا. المنطقة خالية بالليل، يعني شبه خالية، لو تصير فيها بعدها دوريات بالليل تفتر شوي، يعني كلها مواد بناء وكلها يعني مواد غالية، يعني مكاين ما مكاين، والحرامية الحين جايك وقت البر بعد، شوف البوقات راح تزيد. يعني في إهمال قاعد يحصل بالوزارة للأسف، ما احنا ما نحمل الوزارة كل شيء، ولكن نطالب نرجو ان يكون في عندهم هناك يعني طاقم او وكلة يدشون معنا في المواضيع هذه، نجتمع وياهم بحيث ان يقولوا لنا حلول حق اللي قاعد نمر فيه من الأزمة. يعني عندنا اشخاص تقريبا 3 أو 4 بيوت، وخلال الشهر يمكن راح نوصل الى 12 بيت بنفس المشكلة، راح نأجر مكاين وزعاج، يعني قاعد تحط لك ماكينة وتسمع، ليش ما الكهرباء توصل؟ مع العلم ان المنطقة المسايل وبفطيرة الكهرباء واسطة الا منطقتنا، والمحطة الرئيسية مالت المناطق بمنطقتنا. عندنا احنا المسايل والفنيطيس شابة فيهم الكهرباء، والمحولات الرئيسية كلها جاهزة، مشكلتنا بالمحولات الثانوية الصغيرة، والجماعة مو قاعد يشتغلون فيها، يعني عندهم كان وقت وعندهم كذا، ويشوفون البيوت قاعد تخلص، ما حد قاعد يعني يتابع المواضيع هذه مالت الكهرباء. محتاجين على الأقل إنارة الشوارع الحين، إذا أنتوا تشتغلون على الكهرباء خلينا نقول بعد 2 3 شهور، خلت تكون إنارة بالشوارع. إحنا قاعدين نعاني من شغلة، كل يوم عندنا شغلة ناقصة، مرة مولد مبيوق، مرة مضخة الماء رايحة، مرة من بعض مواد البناء، حتى لو تحصل يعني مو هذا اللي راح يعيقنا يوقفنا، بس خلوا تصير إنارة بالمنطقة. أنا الحين حالي قاعد أعاني في أجار، وقاعد أعاني في قروض، أنا زوجتي قروض بنكية، بالإضافة لذلك عندي سرقات قاعد تصير عندي بالقسيمة، هذه منو ممكن يعوضني فيها؟
انا عارف ما راح احد يعوضني فيها. انا ارجو كل رجاء من وزاره الكهرباء ان يكون عندها التفاته لحال الاهالي الموجودين حالي في المنطقه، وان شاء الله نامل خير ان شاء الله، وبفضل جهودكم ان شاء الله توصل هالكلمه لكبار المسؤولين في هالبلد، وتكون ان شاء الله عامل مساعد. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجهة لوجه، وقضيتنا اليوم عن إيصال التيار الكهربائي لمنطقة الفليطيس. جاء بعض مناطق بعد بيوت جابر لحمة تكلمنا عنه الأسبوع اللي طاف، والحمد لله صار اجتماع مع الوزير وإن شاء الله تنحل هذه القضية. رحبوا معاي بضيوف الكرام بعض من السكان، إن شاء الله يصيرون سكان هذه المنطقة من يملكون منازل هناك تحت الإنشاء، مع الأستاذ علي محمد الحشاش. مرحبا فيك استاذنا. نعم فيك، مشكورين على اتاحتكم الفرصه هذه اليوم عشان نوصل الشكوى مالتنا. واحنا ما مو شكوى ونشتكي على الوزير، ولا بالعكس احنا نشكيله الحال. راح نتكلم عنها. راح نتكلم معنا الاخ يوسف النجار، مرحبا فيك. الله يسلمك ان شاء الله. تشرف اللقاء وياك. نشكر تلفزيون الشاهد صراحه على برنامجكم وخدمتكم يا اخو. ما قصرت. معي حمود سالم الهديه، مرحبا فيك. الله يسلمك يا علي معك. ابو احمد وايضا الاستاذ هاني مجد رمضان، حياكم الله ان شاء الله، مشكورين على الاستضافه. لا نتشرف طبعا. حياكم الله. ابدا مع الاستاذ علي، خلي المشاهد يسمع شكواكم. احنا في يومين شرينا الاراضي في سنه 2009، في عندنا من الإخوان من 2006 يعني أعطونا البنية التحتية في سنة 2013 شهر 9. أعطوكم البنية التحتية متكاملة. نعم، ورخصنا طبعا في شهر 9. طبعا إحنا يفترض أو المتعارف عليه لما يعطونك الرخصة وتبلش بنيان، المفروض أنه بعد سنة ونص يكون في تيار واصل. طبعا احنا بناء على تصريح معالي الوزير السابق الابراهيم السنه اللي طافت في شهر 10 لما تبارك اهل بفطيره في ايصال التيار الكهربائي، ومبروك عليهم والله يوفقهم وان شاء الله يفعل لنا. طبعا صرح انه في الشهر القادم اللي هو في نوفمبر 2014 راح يتم ايصال التيار الى منطقه فنيقيس، وعلى ضوء هالشيء هذا في نهايه نوفمبر 2014 هو صرح في اكتوبر. اكتوبر اي يوم وصل التيار الكهربائي حق بفطيره، وبالمانشتات في صوره عندنا المخرج، صوره لجلاله الوزير السابق عبد العزيز ابراهيم. عطني يا مخرج، جهزها ولما تجهز على اساس تعلق عليها. على ضوءها طبعا اهالي المنطقه اللي قام يشتغل وشد حيله، بحيث انها تدري اذا مو كلنا، اغلبيتنا قاعدين بجارات. صحيح. طبعا قاعد ندفع غير سعر الارض، غير يعني قاعد ندفع معاشات الخدم، قاعد ندفع اقراض البنيان، كله من حر مالنا طبعا. فاليوم قاعد ندفع مبالغ طائله يعني، وما قاعد يبقى لنا ولا شيء. ما حد من المسؤولين في وزاره الكهرباء اعطانا كلمه انه ممكن، ما نبي تاريخ بالضبط لان احنا ندري ماكو شيء اكيد. يوم تراجعون الوزاره شنو مشكلتهم؟ ما حد يعطيك كلمة، ما يعطونك ولا كلمة. كله خير. قالوا ما في تبرير للتعطيل ولا شيء. خلصتوا إجراءاتكم مع البلدية؟ احنا خلصنا. طلعتوا كتاب إيصال التيار؟ شلون؟ كتاب إيصال التيار الكهربائي؟ لا ما أعطونا ولا شيء. ما أعطوكم، يعني غير مسموح؟ ولا شيء. أنت اليوم خلصنا الأسود، شطبنا،
صبغنا، حطينا ارضيات، قاعدين ندفع مبالغ الله يعلم فيها، واللي باني يعرف شنو اللي احنا قاعد نفكر فيه. طبعا بالاضافه للناس اللي باعت بيوتها وقاعده باجارات، ليش يبي يستاسع؟ في ناس باعت يعني ما طلع لها اراضي، شارت اراضي، يعني يعني الله يعلم بالحال اللي احنا فيه. حلو، خلينا نسمع ايضا نفس الشكوى. المخرج جهز الصوره، خلينا نشوفها. اعطني اياها مخرج، خلي يعلق عليها الاستاذ يوسف. هذه جولة يمكن عبد العزيز الابراهيم اللي صار التيار الكهربائي الى ابو فطيرة. ابو فطيرة هذه اوكي، الفنيطيس بعد، والفنيطيس نهاية نوفمبر 2014. اي نعم. تعليق. احنا والله استبشرنا خير صراحة بالجولة معالي الوزير السابق، وصرح بالتصريح. من خلال هذا التصريح احنا الصراحه شدينا حيلنا في التشطيبات البناء، وما قصروا ويانا البلديه، خذينا سوينا انهاء اشراف وراجعنا الكهرباء، قالوا لا ما في شيء، ما نقدر نسوي لكم ايصال تيار كهربائي. ليش؟ شو السبب؟ ليش؟ قال المنطقه مو للحين ما جهزت. سوينا كتاب، سوينا كتاب حق وكيل وزاره الكهرباء، وراحوا له مجموعة وخذنا تواقيع تقريبا يمكن فيهم 90 توقيع من سكان المنطقة في ذلك الوقت. تقريبا احنا اذا ما خاب ظني يكون شهر 11 اللي طاف. ما حد قالكم شو السبب؟ لا، كل ما راجع قالوا للحين ما صار. المشكلة في البلدية، مخطط تنظيم مثل الوفرة، ما في مسارات، ما في اعتمادات. لا لا لا، ترى احنا عندنا تصريح المنطقه جاهزه، استلمنا من البلديه جاهزه في 2/9/2013، استلمنا تصريح البناء من 2013 2/9، اليوم احنا 2015، يعني احنا بعد سنتين وشطبنا وكذا، ولا ترى الشوارع موجوده، الشبات موجوده. بعدين في ناس ترى الحين عندنا يعني أجرت مولدات، يعني احنا البيت جاهز مسكر، الألمنيوم مسكر، وفي جولة احنا اخذنا معاكم الألمنيوم مسكرين، البيوت عندنا جاهزة، في ناس مضطرة مو واصل التيار الكهربائي، شو نسوي شو ما نسوي؟ أجروا مولدات. زين اللي ما عنده عب انه يأجر مولد، يعني في ناس سكنوا عن طريق نعم المولدات. نعم، مولدات للحين اللي ما عنده يأجر وقاعد أجار، يعني عبء علي أنا. ليت الإعداد يتم الاتصال في المهندس محمد بوشهري وكيل وزارة الكهرباء لمحاولة استبيان، يعني معرفة ليش ما تم إيصال التيار الكهرباء للمنطقة. هل هناك أمور فنية، أمور إدارية، على أساس نفهم وين العلة ونوصل رسالتنا للجهات الاختصاص؟ تفضل. إي نعم، فكل ما نراجع ما في، حتى في بوكسات، يعني البوكسات تتوزع من وزارة الكهرباء، البوكسات الخارجية ليه الحين ما عطونا؟ الحين احنا شو البوكسات هذه؟ البوكس اللي هو الكيوبيكل. اي الكيوبيكل، عليكم الكيوبيكل، تركب الكيوبيكل العقد مال محولات. اي لا، هذا الوحيد المنطقة هذه ايه؟ ان توردها للوزارة، وزارة الكهرباء. ليش؟ على اساس انه يعطونا التيار هذا بعد، من ضمن يعني هذا عذر لهم مستقبل انهم حاسبين حسبتنا بالبنيه التحتيه. زين، معنا وكيل وزاره الكهرباء المهندس محمد بوشيري. مهندس محمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير احمد، يعطيك العافيه. سلمك مهندس محمد، انا شاكر لك على هالمداخله ويانا اليوم. اخوانك في سكان منطقه الفنيطيس في لقاء معاهم لقضيه ايصال التيار الكهربائي لهذه المنطقه، ونبي نعرف الاسباب. مهندس محمد، متى راح يتم ايصال التيار الكهربائي؟ شنو الاسباب لحد الان ما وصل لهم خدمه التيار الكهربائي؟ تفضل باشمهندس. نعم، في البدايه كل الشكر لك شخصيا اخوي محمد. اتشرف يا بعد قلبي. يعني انت دائما تتلمسون احتياجات المواطنين. ترى انا قاعد اطالع التلفزيون وقاعد اسمع الحشاش والاخوان اللي قاعدين معك، والله كمواطن لما اسمع هذا الكلام اتالم يعني. ودي على قولت القائل ابذل كل جهدي لحل هذه المشكله. ما في خلاف على مهندس محمد، نعرف اخلاقيات ونعرف اخلاصك، وانت اخ عزيز علينا. الله يعطيكم العافيه. حقيقه انا اليوم اتصلوا فيني المساء الاخوان وقالوا لي انه في
مداخلة بتصير بهذا الخصوص، فاتصلت بالوكيل المعني في القطاع والإخوان، وودي أشرح لكم يعني بشكل مختصر. هو كان في تصريح نعم صحيح للوزير السابق لإبراهيم، ولكن حتى نكون دقيقين، الوزير يعني كلمته كانت تسعى الوزارة إن إلى نهاية 2014، وفعلا يعني الإخوان كانوا جاهزين ويشتغلون، ولكن أنت محمد مهندس وتعرف عملية إيصال التيار الكهربائي هي ليست كن فيكون. إحنا اليوم نتكلم عن وزارة الكهرباء، مشاريعنا مو بإحنا نسويها، إحنا نسويها بالتعاون مع جهات متعددة في الدولة، والأراضي دائما كلنا نعرف تخصيصها من قبل الإخوان في المجلس البلدي وبلدية الكويت وتسليم الأراضي. احنا نتكلم عن 72 محطة في 8 قطع، استلمنا مجموعة منهم ونفذنا المشروع، وبعض المحطات ما زلنا يعني ما استلمناها بعد، ولكن لكم مني راح نسعى. وخليني اقول لك التالي، يعني احنا داخل علينا العيد، عطنا ماكسيموم شهر من بعد العيد راح نبتدي، بس ارجوكم خلي يكون يعني كلامي واضح. حلو. بعد العيد راح نبلش بالقطع اللي خلصنا المحولات فيها، نبتدي نوصل التيار. يعني احنا نتكلم من بعد العيد ماكسيموم شهر، قد يكون قبل، وراح اسعنا يكون قبل. حلو، الله يعطيك. راح نبتدي نعطي على حسب البيوت اللي موجودة بالقرب من المحولات اللي تم إنجازها، وإحنا راح نعمل كل جهدنا، وأنا لك مني شخصيا أتعهد بأنه راح أتابع هذا الموضوع مع الإخوان، وأي موقع آخر ما حصلنا عليه من البلدية نسعى مع الإخوان البلدية أن ناخذ هذه المواقع وننفذ هذه المشاريع، لأن الكلام اللي سمعته من الإخوان أنا كمواطن قبل لا أكون مسؤول ما يرضي. صراحة من الشباب عنده والله أنا أتشكر من المهندس وكيل وزارة الكهرباء صراحة على توضيحه لنا، لأن إحنا كل واحد نروح له ما يعطينا كلام، بس الحين جزاه الله خير وعدنا وإن شاء الله وعده يعني شرح كلام المهندس محمد واضح، المناطق اللي خلص نعم. خلصت فيها المحطات بإذن الله راح قبل إن شاء الله بعد العيد في اقل من شهر ان شاء الله راح تبدا اجراءات ان شاء الله باذن الله. عندي نقطه، تفضل وياك المهندس محمد لو سمحت، بس في بعض القطع الى الان تتعذرون انها لم تستلم من البلديه، نبي هالموضوع صحيح. هذا بس لو سمحت انه يخلص بسرعه يعني. بالضبط هذا كلام صحيح، يعني ما هو عذر، يعني هذه جهه رسميه وهذه جهه رسميه وزاره. نبي عفوا انا مو قاعد اقول اعذار، انا بس ابيكم تتفهمون وضعنا، ولكم مني ترى معاناتك هي معاناتي، في اربع قطع هي معاناتي باش مهندس، في اربع قطع ما استلموا للحين المحولات ولا تم حفرها يعني. بالضبط هذا الكلام صحيح، وانا ما اقدر كوزاره كهرباء اجي وافرض على الاخرين اني انا بي احط المحول بهذا المكان دون الحصول على الموافقات الرسميه. زين، هذه دوره مستنديه يجب ان اعمل وفقها، ولكن لك مني لك مني التالي ابو احمد، انا بنفسي راح اتابع الموضوع، والاخوان في البلديه ادري ما راح يقصرون، بقعد مع المدير العام وباخذ ملفكم. قول فعل يا ابو، قول فعل يا باشمهندس، جزاك الله خير. ناخذ الموافقات، وتعرف هذه مشاريع مطروحه تحتاج مده زمنيه على تنفيذها، تحملونا في هذه المده الزمنيه، ولكم منه كل شيء نقدر نسويه بنعينكم فيه. قول فعل، مشكور يا باشمهندس. عندك مداخله؟ طبعا باشمهندس، انا عندي استفسار بعد فيما يتعلق بالقطع اللي لغايه الان ما انجزت المحولات فيها، من ضمنها واحد واثنين وثلاثه وخمسه اتصور. خمسه، هذا شنو الزمن تقريبي اللي ممكن تخلص القطع؟ متى توصلنا التيار الكهربائي؟ لان احنا في اطار التشطيب حاليا وموقفين قسايمنا وموقفين اعمالنا ناطرين كهرباء، متى الوقت متوقع ايصال التيار للقطع هذه؟ بالتحديد يعني صريح معاك ولا تبي اعطيك كلام؟ من العوائق اللي عندكم؟ شنو الجهات الحكوميه الواقفه عائق امام تنفيذ هذا؟ عشان اكون صريح معاك، ما عندي وقت معين اقول لك اياه، ولكن اقدر اوعدك بالتالي، اقدر اوعدك ان نشتغل على انه ناخذ الموافقات الخاصه في المحطات، وعمليه التنفيذ قول ان شاء الله تستغرق ساعة
6 اشهر الى 8 اشهر ويكون جاهز، ولكن مرتبطه بتاريخ حصولي على التخصيص الارض. الحشاش اخر مداخله معك، يعطيك العافيه مهندس محمد، ويعطيك العافيه على الكلام الحلو صراحه اللي قلته واللي اثلج فيه صدورنا. اول مره من سنتين احد يعطينا تعهد ووعد على الهواء قدام نقول الكويت كلها. احنا اليوم بس احنا نبي منك شغله واحده، احنا مو معناته نحن توصلون نص المنطقه وننسى الباقي، بالاخير كلنا مكان واحد، كلنا اهل وكلنا عيال الكويت. نبي يعني مسؤول من عندكم نقدر نراجعه ويعطينا الكلمه نريح فيها اهل المنطقه، بحيث المده الزمنيه اللي تفضلت فيها بعض المحاولات اللي ما استلمتوها وشلون ومتى نقدر، يعني انا يعني بالكويتي نقدر نقول الجماعه يتمون يشتغلون ولا يوقفون شغل؟ اي بالضبط هذا السؤال، لان بيني وبينك وايد ناس ما حفرت يقول انا ايش حقه ما ادري متى الكهرباء. في ناس مثل الفتره اللي احنا واصلينها يا مهندس باقي لنا على يعني على السكن شهرين نحط اغراضنا، اهم ما احنا قادرين نقط فلوسنا الصراحه، حرام نقط فلوسنا وما ندري متى. غير اللي تضرر حقها بن سعد ابو حمد النجار، ان في عندنا الاخوان اثنين موجودين في الحج حاليا لاداء فريضه الحج صراحه، مأجرين جنريتر وقاعدين، لان كانوا مأجرين بيوتهم على 1700 دينار، عائله كبيره ناس اكبر يكبروننا بالسن، فاليوم اجروا الجنريتر مع الديزل بنهايه الشهر يطلع عليه 1000، فموفر 700 دينار. اليوم ايش حقه هو يدفع 1000 دينار حتى لو هو موفر 700 دينار؟ فاحنا يعني الألف هو ابدا واولى فيها انه يخلص ويشطب بيته. فنتمنى منكم اي والله كلنا اهل واخوان وبديره عز، والله يخلي لنا يعني الامير وانتم مو مقصرين ويانا الصراحه. فاتمنى منكم انه يعني عندكم مسؤول نقدر نتواصل وياه على طول، ندري انكم مشغولين ومشكور وما قصرت. لا هذا واجبنا. واخذ مني على الهواء عندكم المهندس جاسم اللنقاوي الوكيل المساعد لشبكات التوزيع، هذا الرجل انا اثق فيه. وانا ادري وكلمته اليوم وهو اساسا قاعد يشتغل مع الاخوان المسؤولين عنده وهم حريصين على انهم يتواصلون معك. فتروح للمهندس جاسم وكذلك بابي انا مفتوح بالوزاره باي وقت تيون، ترى واجبنا. ما تقصر مشكور. اخر مداخله مع استاذ هاني، اخر ملاحظه مع المهندس. عندي سؤال اخير مهندسنا الكريم فيما يتعلق بصندوق الكهرباء الخارجي اللي يسمى كوبيكا لا تصور. الصندوق هذا احنا راجعنا الطوارئ صباح سالم، سبق راجعنا اكثر من مره، قالوا لنا انا مالك من اولويه بحصول الصندوق هذا. السؤال احنا ممكن متى ممكن نحصل على هذا الصندوق؟ لان مثل ما انت عارف احنا اشترينا الصندوق من السوق من اي شركه معتمده غير معترف فيه، راح نضطر بالتالي نكسر الصندوق هذا. لان في صندوق حديث مطابق وزاره مواصفات وزاره الكهرباء والماء. بعد متى يكون متاح لنا الصندوق؟ نبي المنطقة كلها، ما نبي يكون تقسيم كذلك منطقة فنيطيس، يعني نبي الكل، لأن كلنا قاعد نعاني في مراحل البناء وموقفين قسايمنا ناطرين هذا الصندوق عشان نستكمل أعمال هذه القسيمة. بالضبط. تفضل مستر. هذا مثل ما قلت لك الموضوع راح يكون عند الأخ المهندس جاسم اللنقاوي وراح يعطيكم الإجابة الوافية فيما يخص الكبيتال. مهندس محمد أبو شهري أنا شاكر لك على هالمداخلة وحوارك مع اخوانك والاجابه على اسئلتهم، واتمنى لكم كل توفيق وشاكر لكم على هذا التعاون الطيب. الشكر لك ابو احمد. والله لا والله يعني انت اللي ما قصرت مهندس محمد، شكرا لك وكيل وزاره الكهرباء. شكرا لك. والله العظيم لما نشوف اي مسؤول في الدوله يتجاوب مع هموم المواطنين يقول انت على راسنا وشكرا لك، وهذا المطلوب من كل مسؤولين الدوله لما نعرض المشكله يكون هناك لها ردود. بش مهندس الله يسلمك. كلام الاخوان صراحه يعني ما قصروا وقالوا المعاناه. الان احنا في دور ان نبي تيار كهربائي. ست شهور سبع شهور نبي تصريح رسمي مثل تصريح الوزير السابق انه يوعدنا فيه. هو غير ود بس انا عندي سؤال، المناطق اللي ما تم ترخيصها او ما رخصتها البلديه ما انباعت متاخره في لا لا هي كانت منطقه شرق الليرين كلها بوفطيره فنيطيس المسائل شابه. كهربتها واصل التيار، البفطيرة واصل تيارها، الفنيطيس لا. مع أن بجزء من المسائل لم يسكن واصل التيار.
وجزء لم يبنى فيه وصل التيار. احنا باني نتكلم عن يعني نسبة تقريبا وصلنا الى 30% من القسائم الفنيطيس مبنية. احنا امام مشكلة، احنا قاعد نشطب مثل الاخوان، قاعد نستنزف اموالنا. يعني اللي اقترض قرض الاسكان وحل قصده عليه، هذا الحين نقول 10% من قيمة الراتب، نقول 40% القرض البنك، هذه 50% وصلنا، واللي يدفع اجار مو اقل شيء 30%، يعني ايش بقى من الراتب؟ الناس كلها قاعد تاخذ من فلوس البنيان تدفع اجارها تدفع امورها. انت بيتك بشمهندس بايعين بيت احساس شريته بيتك في القطع المرخصه لا والله احنا من القطع اللي قال عنها اللي الحين ما وصلها المحول، يعني قبل هالسنه والله احنا ننتظر تبقى. يعني اخوي بس احنا نبي وعد نوقف شغل، مو معقوله ندفع من الصوبين. يعني ابو احمد احنا اليوم نبي تصريح رسمي، وزير الله يسهل طريقه راح، نبي اليوم وزير كهرباء موجود، وكيل الله يجزاه خير طلع معانا على الهواء وما قصر وابدا تعاونه. نبي احنا وعد معين نوصل التيار. يا جماعه احنا في دوله مؤسسات، نبي وعد من مسؤول دوله يعطينا وعد، مو ما يصير كلمه كل ما ناشدناهم حسب المتبع حسب المتبع. احنا نبي وعد معين، متى التيار؟ نعطيهم شهر احنا من عندنا المون على الضغط نعطيهم شهر، بس مو سالفه يعني والله ما ندري. يعني شوف الوزاره اللي حفهم من كلام المهندس محمد المستعيلين بس على اجراءات الموافقه والتقسيم، خذ مني فوق السنه سنه ونص على اتوقع القطع هذا. انا في رايي والله خلي يقولوا لنا كذا، ما عندنا مشكله، احنا ما راح نجبرهم شيء، خليهم يقولوا لنا، خليهم يكونوا واضحين على الاقل نسكر قسايمنا ونقعد. حرام نركب ديكور نركب ارضيات تبي نصيحة، اجل سنه شوي بعد سنه وسنه بنيان يا رب. الاستاذ هاني الله يعطيك العافيه، بس بيتك في القطع ان شاء الله الجديده ولا اللي انا في القطع المغضوب عليها واقعا المغضوب عليها وانتم المغضوب عليها لا احنا بالعكس يعني بعد العيد ان شاء الله ان شاء الله شكلكم بعد العيد انتم احنا الحين خلاص قد عندكم عيال بعد العيد جواري عند الحشاش على كل حال يعني واقعا الاخوان ما شاء الله عليهم اثروا بالموضوع بما تفضلوا فيه يعني وانا ما عندي غير ان مناشده باسم اهالي منطقه الفنيطيس إلى وزارة الكهرباء والماء، إلى مسؤولين هالوزارة، إلى مراقبين هالوزارة، إلى من يعنيه الأمر، بضرورة الاستعجال في إيصال التيار الكهربائي لمنطقة الفنيطيس نظرا لما يعاني أهل المنطقة من ظروف مادية ومعيشية صعبة. نرجو أن تكون في التفاتة حقيقية، مو مجرد حديث، مجرد استثمار إعلامي، نبي التفاتة حقيقية لنا. هذه حالة إنسانية يا جماعة احنا نتطرق لها، مو جايين نتكسب سياسي أو إعلامي. في ناس متضرره كثير، ناس خلاص الحين قاعد تقول وقف البنيان، احنا ما اقدر اوقف البنيان. احنا يا جماعه خلاص الفاس طاح بالراس الحين، خذينا قروض، اللي اخذ 50، اللي اخذ 70، اللي راح مع زوجته اخذ 140، خلاص بعد الحين وقفت بنيان ما قلنا نقدر نوقف بنيان. ما في. صرنا الحين بين اجار وبين قسط اسكان وبين معاش حارس وبين سرقات قاعد تحصل من عندنا كذلك الموضوع. بعد ما تطرقنا له يعني يعني للاسف احنا نمر يا جماعه الخير في معاناه من منطقه الفنيطيس، ونتمنى انه ما يكون مجرد ان شاء الله انتم مو مقصرين، ولكن ما نرجو ما يكون حدث وننسي الحدث هذا مجرد انه استثمار اعلامي. نبي موقف حقيقي من وزاره الكهرباء والماء، نبي مستعجلون في عمليه اصدار التيار، احنا قاعد نعاني يا جماعه الخير. والله اليوم حلقتنا صار مداخله مع الوكيل، وان شاء الله تكون يعني جرس دقينا للاخوان. الله يعطيكم العافيه، واقع ما قصرتوا ولا البلدية. الوكيل قصر كذلك يعني رساله للاستاذ احمد المهندس احمد الصبيح المنفوحي، كلهم دور في الاستعجال واصدار الموافقه، المخطط التنظيمي اعتقد يكون جاهز، سلموا موافقه البلديه الوزارة تطرح وقال لك خلال 6 اشهر احنا مستعدين. انا قاعد اتكلم بحقه قلب على لسان الفنيطيس، والله ما تلاه ترى اهل الفنيطيس الحين هناك، احنا صحيح قاعدين مقابله وهادئين بس واقع حالهم محترين ناطرين على نار متى التيار وصل المنطقه. ما تلاه احنا ناس شبعنا حديث اعلامي، شبعنا استثمار اعلامي، الامور احنا عارفينها، هذا الحواريه اللي تصير بالاعلام ان انا انجزت وانا سويت وان شاء الله راح نعمل وراح نسوي، احنا بنشوف افعال في المنطقه ويكفي. احنا شرينا القسائم والاراضي من حر مالنا يا جماعه الخير، وفرنا عليكم جهد طلبات اسكانيه صح، احنا عباره قرب 3000 شخص وفرنا على الاسكان مشوية. احنا مفترض كان مفترض فينا ان يجازونا خيرا ويوقفون معانا يوفرون لنا كل ما نطلبه. احنا كل طلبنا منكم يا جماعه الخير مولد كهرباء تيار كهربائي، ما طلبنا اكثر من ذلك. عاملونا كضاحيه في جنوب افريقيا، عاملونا كضاحيه في شرق اسيا، اعطونا تبرعات نبنينا محول. ليش اللي برا تبرعات واحنا اهلكم اهل الديره
بخلانين علينا بكهرباء، شنو طلبنا منكم غير كهرباء يا جماعة؟ إن شاء الله بإذن الله تنحل. يعني أنتم المنطق يعني تقسيمتنا صح، المغضوب عليهم والغير مغضوب عليهم يعني. كلنا أهل. أنت بعد علي بعد الحين قال لك بعد العيد بشهر وصلت يا. لا خوفك بعد ما تمر ونسلم عليهم بعد. لا ما سلم. وأحمد إحنا في شغلة. طبعًا. بس أودي أنوه. للاخوان اللي يحب الداخل حول القضيه هذه، يا ريت المخرج يعطينا ارقام التليفونات الكنترول، ممكن تتصلون علينا وتسجلون ارقام عند فريق الاعداد، وان شاء الله باذن الله نسوي لكم مداخله معنا. يا ريت المخرج يعطينا. اعزائي المشاهدين، هذه ارقام التليفونات راح تظهر قدامكم، ارقام التليفونات. مخرجنا المخرج طنشني، تفضل. أبو أحمد، تدري شنو أول شيء نبنى وخلص بالمنطقة؟ المستوصف موجود ومصورينه بالتقرير لما الجماعة يونا المنطقة وصوروه وجاهز، وعندي أشخاص في وزارة الصحة قالوا على رأس القائمة اللي هم في كمستوصفات جاهزة. أرقام التليفونات 226-4-9-420-226-3-7-6-2. ليه تخليهم مخرجنا العزيز؟ للمشاهدين الكرام اللي حب يتواصل على نفس الموضوع يتصل علينا وبالكنترول ياخذوا رقم وراح يدقون عليه ان شاء الله. تفضل سلام. احنا ما ودنا نتشعب مواضيع ثانيه، واحنا جايين اليوم للقضيه الاولى اللي هي الكهرباء وايصال التيار الكهربائي، ولكن حبيت انوع على الشغلات اللي احنا موجوده عندنا في المنطقه واللي هي على راس القائمه اللي هي المستوصف فنيطيس وخالص ومبني وجاهز، اللهم يشغلونه. واحنا ما نبي يشغلونا الحين، نبي الكهرباء، لان اي واحد يستمرض سبحان الله. سؤالي، المركز تقريبا شبه خالص. خالص موجود عندكم، تقدر تحطه يعني موجود مصورينه. وموضوع المخفر والمناطق ما في، طبعا وزاره الداخليه ما قصرت، في بعض الامر كانت تدز لنا دوريات بشكل يومي للامانه. بس وين يلحقون ابو احمد؟ كل يوم في سرقات، كل يوم. انا عندي غسيمه عمي ابو الحكومه ابو المدام قاعد يبني، فجيته مره قال ولا في سيكل ويا عربانه، قال لي والله صبياني وتاير انكسر يعني ما قدروا يسحبونه، فقالوا له عمي ما يخاف تخليه عندك ليه مني، وراحوا. قلت لعمي تراهن هذا شغله مبيوقه، وفعلا يوم رحنا بلغنا المخفر يومين تمينا نراقب هذا مبيوق، مكاين الكهرباء تنباق سهالة، تحط لها سلسلة صينقل اللي هو قفل قفلين يقصونه وراح. مكاين الماي نفس الشيء، انت اليوم عندك أغراض تنباق، سيراميك حجر سميت، حتى السميت الحارس وينك موجود شكل طالع ما يلحق. إذا يونا ثلاثة أربعة أبو أحمد وياهم خوفك الحارس يبيع بيسه وما نستبعد احنا، مو احنا هذا صارت معانا زين باقي على الحارس من الظلم الدنيا يا ابو احمد، من الظلم الدنيا نشتغل شفتات انا والربع والمنطقه الشباب رايح راد. اي والله كلنا يجون يقطون دفان عندنا في المنطقه. هذه اي انت اليوم ما تقبل يقطون دفان على بيت جارك من اهل منطقتك، اي ريال بعدين عشان يشيله يدفع له مبلغ وقدره. صح، احنا بروح اللي فينا كافينا. اي والله، فاحنا كلام رايد انتم خاصه يعني والله اتوقع هم على بالهم كذي، بس احنا بالاخير احنا اللي بنوصل له. يعني اليوم اللي قاعد يبني او اللي عنده خبره بالبنيان يدري معلم السيراميك او البرسلان الارضيات يعرف كم ياخذ شغل ايده. ما ابي اقول انا بعد المواد ولا الاغراض نفسها، مبلغ وغدر انت تطوف فوق ال 10 12000. انت اليوم تحكي عن اللي يمسح لك هم نفس الشيء، فمبالغ طائلة قاعدين ندفعها. مبلغ أنا ما ودي أقول لك المبلغ عقب اللقاء، راح يضيق خلقك، يمكن ترد تطلعني الهواء مرة ثانية. قولها. زين، ناخذ مداخلة مع الأستاذ إبراهيم العيدان. مساك الله بالخير أخوي إبراهيم. يا هلا أخوي أحمد، يعطيك العافية. محمد طال عمرك. أحمد الولد العود، ولد العود. أحمد أبو أحمد شلونك؟ سلمك يطول بعمرك يا أخوي. سلامتك، ما تشوف شرط انك تعبان. والله صار لي امس واليوم واعطاني واحد عين من يوم السبت.
الله يسلمك. ما تشوف شر. سلامات أجر عافية على هالبرنامج. الله يسلمك ويطول بعمرك يا حب. الكويتيين وقناتكم بعد. إحنا في خدمتكم يا أخوي إبراهيم. ورحب بجيراننا أهل فنيطيس. أنت من وين إبراهيم؟ إحنا المسايل. عيال عم. عيال عم. لا إحنا ثلاثة سامي عطونا. إحنا أول شيء عطونا شرق القرين. بعدين المسيلة بعدين المسايل. زين. ننطر باكر الصبح يطلع اسم رابع على المنطقة ما يطلع. كل يوم لهم اسم بهالمنطقة. أي والله. تفضل اخوي. اخوي ابو احمد ارحب بضيوفك كلهم. الله يسلمك. شوف احنا منطقتنا نفس الشيء ترى احنا جيران يعني بيننا وبينهم رصيف. اي نعم. والنعم فيكم. والنعم. والنعم فيكم. انا بعطيكم حل اخوان مثل ما صار. انتم مشكلتكم مثل مشكلتنا على الكهرباء. مشكله البلديه ما تحدد اماكن للمحولات الفرعيه. هذه المعاناه احنا عانينا هنا بالمسيله تقريبا اكثر من سنه وانتم يمكن تدرون قبل لا تبنون احنا كنا نعاني. صحيح. لما آخر شيء سوينا كل واحد حط له جنريتر برا السكة ماكينة ديزل وشب كهرباء بيتك وسكن. طبعا صورنا ورحنا وزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء ما كانوا يتعاونون معنا يقطونا على البلدية. البلدية شوية عمك أصمخ ما يردون علينا. لما آخر شيء حسب اللي سمعناه أخوي يعني صورنا وناشدنا شيخنا العود معنا قلت ناشد بس احنا ناشدناه بالتصوير. قلنا عيالك احنا هل يعجبكم هذا المنظر ان كل كويتي حاط ماكينه جنريتر وشهريا 700 دينار اجار الماكينه عشان يسكن بالبيت؟ كان زين 700. خلال الشهر صدرت الاوامر وصلوا لنا الكهرباء. حلو. خلوا المنطقه خليت نحل. هذا اللي صار معانا لان احنا معاناه عانينا بالمسايل. حلو. فانا يعني هذا اقتراحي لكم انكم تحطون. اما وزاره الكهرباء والبلديه ترى بالهم طويل وما راح يمشون اموركم بسرعه. احنا كنا ملينا يعني وين نروح لهم. بس كان عندنا يعني تفضل. وثانيا بالنسبه حق منطقتنا انا يعني اشكر صراحه العماله الاسيويه اللي نظفوا لنا المنطقه. يعني ما خلوا تكرم قطع مجاري ما انباق عندنا، مناهيل التليفونات باقوا، شبه بطلوا شبه عند مسجد الشيخ يمنا هم شبه تخيل شالوا شبه. شبه خذوها؟ اي خلاص راحوا يعني. كان صورت ابراهيم دزيتها لنا الله يهديك. اصور حاضر والله لو يولي تلفزيون الشاهد ادخله بالمنطقه. صورها بالتليفون صور اي شيء تبي ودز لي على الواتساب. ولا يهمك. حاضر ولا يهمك. حاضر. قول لي من طرف ابراهيم العيدان وما لك شغل احنا نحطها. حاضر. مثل ما تفضل مستوصف. انا مستوصف الفنيطيس مخلص صار له اكثر من سنه ونص. ومستوصف المسائل هم خالص بس للاسف لحد الان لا فتحوا هني ولا فتحوا هناك. وما عندنا لا مخفر ولا جمعيه والجمعيه تاخرت تقريبا 3 سنوات بالمسايل. يعني احنا يعني ما ادري عندنا بيروقراطيه وعندنا روتين يعني يخلي الكويتي مو ينقهر الى السكر والضغط والسب الروتين الحلو. ما كلنا فينا الضغط والسكر يا ابراهيم. من شنو من والله مثل ما تفضلتوا الاخوان قال يا ابو اعتبرونا احنا بافريقيا تتبرعون حق بورتينو فاسو ما ادري موريتانيا ما ادري جبل ما ادري وين. كل شيء خلصوا شغلنا ان شاء الله استاذ ابراهيم. يعني سرقات عندهم بالفنيطيس وايد لان اشوفهم انا خرمس عندهم ظلمه طبعا. فانا اقول لكم اخوان ترى معاناتكم لازم من الكبار. اما الكهرباء والبلديه والله بعد ولا 3 سنوات يعطونكم محولات. بعد احنا مجربينها ترى ما ابي اخليكم اسكر ابويكم ان شاء الله يا رب باكر الكهرباء توصل لكم ان شاء الله بعد العيد بشهر راح يبدون يوصلوا التيار. وبس انا حتى ساهمنا احنا بايصال الماي حق منطقه بوسطيره بعد ترى. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه ابراهيم. ما يخالف اروح ناخذ مكالمه ثانيه. ما يخالف. اي تفضل تفضل. معي علي الصايغ مساك الله بالخير اخوي علي. السلام عليكم ابو احمد. الله يسلمك ويطول بعمرك. مساك الله بالخير. الله يحفظكم ان شاء الله. يسلمك. ان شاء الله الله يهون على الجميع خصوصا السكانه. إيه؟ من اهل المنطقه ويفرج عنهم لان انا صراحه ايدي من بالماء البارد ولكن عندي بعض التعليق البسيط. تفضل. انا اعتقد المشكله الاساسيه كلام راح يمس اصحاب المصالح فقط. لا غير. المشكلة الأساسية أنهم بدوا مناطق مثل بفطيرة وأنا والسوق وأعرف اللي فيها مصالحهم وخصوصا أصحاب القسايم اللي مسوينهم أجارات بدوهم على الناس المساكين البسطاء اللي هم دافعين دم قلبهم عشان يضف بيته وعياله. نعم. عرفت شلون؟ فاعتقد هذا احد الاسباب. دش بفطيره يا ابو احمد دز فريق وشوف
شوف حجم الإيجارات إيش كثر. صح. يعني بدال البيت 6 بيوت في الغسيل. فأكيد شيء طبيعي راح يأخر الناس المساكن. فيا ريت على يعني نوجه كلامنا لبلدية الكويت. وزارة الكهرباء. شد الرقابة على المخالفات في السكن الخاص. صح. ودشوا على مناطق حتى القديمة في محافظة سواء حولي أو العاصمة. اليوم صار هذا مرض منتشر. صحيح. ومؤذي الكل. الحمد لله أنا واحد ساكن في بيت والدي. ولكن قلبي على هالناس المساكن. الله يسلم. المتعورين يعني بالعربي. ماشي علي، رسالتك وصلت، شكرا لك على المداخلة. ناخذ اتصال معي الكاتب حسين عبد الرحمن. مساك الله بالخير ابو علي. الحبيبي ابو احمد، سلمك يطول بعمرك، الله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله بعد قلبي، الله يحفظك ويحفظ اللي معاك. هو يعني اولا برنامج رائع جدا، سلمك يطول يعني بعمرك. وبرنامج يعني يمس المواطنين وخاصه الحفاي من امثالنا وغيره من الناس. عاد ابو علي انت كشخه، انت مو حفاي. صحيح شاكي بالجابريه بس ما نعتبر نفسي. ايراننا ايراننا ايراننا. اشكر فيهم لان لما تبني انت، لما انت تبني وتعيش بحاله البنيان يا ابو احمد حقيقه. نعم. نعم. تشعر بمعاناه الاخوان. هذول الاخوان قاعد يتكلمون، انا قلبي وروحي معهم، اشعر يعني ما تقصروا. لكن في المقابل لابد نقول كلمة حقيقية. صحيح صرت أن يخرج لنا وكيل وزارة. نعم. مثل مهندس محمد باش مهندس، فلازم أنا أقول لهم باش مهندس. لا مستاهل. مستشاري. نعم. يطلع على التلفزيون لايف يواجه الناس. نعم. يرد الناس يوضح لهم. هذه شجاعة جدا تحسب للوكيل أمان الله. نعم. يعني نعم. أنا أتمنى المسؤولين بالدولة يواجهون، لما تدق عليهم ما يقول صرح مصدر مسؤول، لا يحط اسمه ويتكلم. انا اتكلم اعلاميا. نعم. هذا الناس الان يعني على الاقل لو الان كان 100% مراضين، اليوم امامنا ما دام اعطاها موعد بعد العيد. نعم. فهذه هي المسؤوليه ان 50% الان وافقوا. صحيح. من صحيح. خلاهم يرتاحون. لذلك هذا هو المسؤوليه التي احنا نتمنى وانت اللي تتمناها يا ابو احمد. اتمنى والله اتمنى على الاعلام ويقولون الحقيقه للناس. احنا يعني شبعنا بعض الاوقات كثير من بعض الوزراء اللي يعطونا مواعيد كثيره وشبعونا راح نوزع كذا راح نسوي كذا. لكن يا اخونا العزيز شهري وكيل وزاره الكهرباء كسر الروتين، وقف وتحدى، واعتقد يعني في ازمه انقطاع الكهرباء كان هو الرجل. صحيح. الذي كان يتكلم. صحيح. ويعني اتمنى، انا اعتقد ان اخونا الوكيل راح وشيري راح يلتزم في كلامه، واذا قال هو شهر انا اعتقد راح يقول لك يعني 3 اسابيع، وانا متاكد من الكلام. ومشكورين، وانا قلبي مع الاخوان هذول لان هذول الطبقه اشعر فيهم احنا كنا حفاي من مثل بعض. شكرا لك اخونا الكاتب حسين عبد الرحمن على المداخله. تفضل سلمت. والله احنا صراحه نشكر المعالي وكيل وزاره الكهرباء على تصريحه، ونتمنى الاهالي صراحه يعني احنا ترى اهالي المنطقه ما شاء الله متكاتفين بالمنطقه. يعني انا يعني ما شفت الترابط والتعاون والتكاتف اللي بالمنطقه الفنيطيس. ما عندنا قطعة عن قطعة، ما عندنا مثلا فلان عن فلان، لا بالعكس مترابطين ومتكاتفين، وكل يوم نقعد بمكان ونتجمع كلنا. ونتمنى احنا يوصل التيار حق جميع القطع صراحة. ان شاء الله بعد العيد يحوشكم الخير. بس عندي شغلة، تجربتكم في شراء القسايم. ايه نعم. كم المبلغ كان ذاك الوقت يوم شريتوه؟ والله التجربة في الشراء أساس. أنا دائما أقول يا جماعة يعني أنا أقول دائما أقول الحكومة لن تستطيع أعطي القطاع الخاص يستصلح الأراضي يوفر التيار الكهربائي بالتعاون مع جهات الدولة ويبيعها بسعر معقول عن طريق التمويل بالبنوك. نعم. أساس أطيع وأرجع لك. لا إحنا والله إحنا أنا شريت الأرض الصراحة ب 2009 وشريتها كانت الأراضي يعني على 90
110 كان الواحد يقدر يشتري بذلك يقدر يشتري يعني أنا يوم شريته ترى أنا شريته بمية وعشرة بس في على 90 وفي على 115 ومية وعشرين كانت أغلى أرض في ذلك الوقت في 2009 120,000 أغلى أرض كانت بالفنيطيس إحنا نتكلم ويمكن البوفطيرة كانت أرخص والمسائل كانت أغلى إحنا كنا في الوسط فكان يعني المواطن يقدر يشتري يعني تجربة إن الأراضي توفرها الدولة للقطاع الخاص أو لتوفير البنية التحتية وبيعها بسعر معقول طبعاً تحل القضية الإسكانية تحل القضية إحنا 3000 يمكن 3000 قسيمة إحنا بمنطقة يعني مو شوية 3000 أنا لما أسحبهم إحنا الحين ما أقدر أنا أخذ بيت من الحكومة وما أقدر أنا أشتري فإذا أنا أتملك واحد إذا أنا سحب من الحكومة إحنا 3000 واحد غير متواجدين في طلبات الحكومة عدد مو شوية اللي إحنا قاعدين نحن فيه على جنوب السرة وبعض مشبيلية وكثير من المناطق يعني إذا وفرت الحكومة أو الدولة مبالغ أراضي ونفس ما تفضلت في مبالغ سيولة مع البنوك الاتفاق مع البنوك وتريح أنت بالقصد لأن إحنا اقتصاد ننتهي من شيء اسمه قضية إسكانية قضية إسكانية ما أنطر أنا طال عمرك إحنا نقعد إحنا كم سنة إذا إحنا أنا لو مشاري كان قاعد للحين يمكن أنا ولدي الحين أنت أي سنة تزوجت؟ لا تستحي يعني أنا 97 تزوجت يعني كان ممكن يحصل بالقيروان يمكن مفروض تقريبا 97 وقف طلب الإسكاني هو وقفته من 2009 وقفته دش الحين عندي نقطة بس أبو أحمد يعني الحكومة إذا من 2006 تبيع ويدرون إن في بيع بالأراضي في منطقة شرق القرين في 2012 خلصت البنية التحتية 2013 أعطونا تصريح بناء الحين احنا في 2015 وما في كهرباء لمتى يعني يقول لك والله للحين ما اخذنا من البلديه للحين ما اخذنا من كذا المفروض ان الجدول موجود من زمان ليش الاشغال بعدين هم اذا بيعطلونا من مقاول وهم مقصرين معاه مو احنا اللي مقصرين احنا قاعدين نحفر ونبني قسايمنا بسرعه على اساس نسكنها منطقه اخذناها عشان نسكنها اليوم نبنيها والحكومه تقصر معانا بوسر التيار ليش احمد العمل اللي عليهم يبي يروح الحج هو عشان يدعي لنا هناك الله يرحمه كاو خلاص وصل لك التيار الامر ان شنو ان احنا نبي ايصال التيار احنا دورنا طلعنا تراخيص البناء نطرنا قسايمنا وفرنا على الدوله القضيه الاسكانيه والعبء شرينا بحرماننا اقترضنا الان ندفع ايجار وندفع بنك التسليف ومثل ما قلت لك كذا يعني الجهد علينا كبير حيل ما له داعي نوصل الى امر ان نوصل الى قضاء مع الدوله او غيره احنا الان نناشدهم ونقول لهم يا جماعه الخير احنا في معاناه حقيقيه ممكن سؤال صغير تفضل مو عندكم نواب النواب طبعا الموضوع بكل صراحه يعني المفروض النائب ينقل معاناتك انت انتخبت ناس ابو احمد صح لما انقل اروح اقول النائب الحين انا واجب يا ممثل الشعب انا صوت لك رجاء عندي مشكلة انقل هالمجلس الأمة حتى الحكومة كل أبدأ استعداده صراحة كل ما كلمنا أحد أبدأ استعداده لكن اليوم إحنا مثل ما قلنا الأخوان ناشدهم ناشد وزارة الكهرباء والآن راح يصعد إذا الأمر ما في متجاوب راح يصعد الأمر إلى مساءلة سياسية لأن الكرة راح تطلع من الملعب كلموا وزير الكهرباء وكلموا وزير أكيد كلموا وصلت معلومات إن كلموا وقالوا له وفي وعود في وعود لكن احنا نبي ارض او نبي على ارض الواقع نبي وعد قرار مثل التصريح السابق نبي تصريح اليوم مو قال المنصب حمد بوشيري قال انا لا املك قرار البلديه انا املك قرار اسلمني الارض وانا اخلصك حسب المعلومات ان الكهرباء مستلمه استلمت اخوي ابو احمد انا اتصل جاسم اللنقاو بس عندي مداخله ابو احمد تفضل المحولات انحفرت وازيدك من الشعر بيت ان بعض المحولات انحفرت واندمت لشكوى بعض الجيران تم تغييرها اي اساسهم يعني لا يتعذرون المواقع لا يتعذرون مستلمينها من البلديه وحفروها والتقرير موجود ان المحولات موجوده موضوع ان ما استلمنا من البلديه هذا تجاوزوها احنا ما نكذبهم لكن احنا نبي موضوع التيار الكهربائي نخلص بسرعه حلو خلينا ناخذ هذه المداخله معي الاخوي حميد عبد الرزاق انا حبيبي الله يعطيك العافيه طول بعمرك الله يحفظك تفضل الله يعطيك العافيه على الجهود الطيب والاخوان ما قصروا معنا
يعني صراحة أذكره وكل النقاط وكذا، بس الواحد يا أخوي من حرقة قلبه يتكلم يعني. نعم. يعني إحنا على قولة الشباب اللي موجودين من القطع المغضوب عليها اللي هي واحد واثنين وخمسة أو أربعة تقريبا. أنتم مطولين حميد وياكم مطولين. يبيكم إيه سنة. فاحنا طال عمرك مو هذه مشكلتنا، احنا مشكلتنا من البنية التحتية تأخرنا سنتين عن ربعنا. صح. أول شيء بالبنية التحتية هذه بسم الله الرحمن الرحيم فتح الباب زين، والحين تأخرنا بالكهرباء، يعني هذه احنا الشغلة ما نذنب فيها يا أخو أحمد. نعم. وهذه يعني أنا أكلمك واحد عندي بيتين ما شاء الله وأدفع إيجارين زين ومتقاعد معاشي كلها 1000-1100 دينار. ممكن أسألك باخذ يعني حرمتين يعني؟ إيه إيه حرمتين وسبعين. عائلة الساحل عيل من قالك تاخذ حرمتين عيل؟ هذا جارنا أبو يوسف. هلا أبو يوسف هلا والله. يا كلا يا الله. يوم قلت بيتين قلت ما باخذ حرمتين الله يا. إيه والله إيه والله عارف شلون عندي فا. مشكلتنا يعني تكفي الشهر الحين ما تقدر قاعد تاخذ فلوس البنيان وقاعد عليك خروف على قولت الشباب في مجاله. يعني نبي صراحة أمل، يعني إحنا أحبطني قال لي 16 في منتجة أنا أحبط ما أشوف ارتفع عندي الضغط فنبي يعني حتى لو في منتجة بس يشدون حيلهم معانا يعني إن شاء الله يترعون علينا شوي يمكن بدال 8 تصير 5 تصير 4 حميد يعني حلقة. انا خايف اذا وصلوا الكهرباء تاخذ ثالثه بس هو في صراحه في مشروع بس ما احنا ما فينا شيء لا لا حبينا نطفي الجو شويه يعني والله الشباب ما قصروا قالوا وكل النقاط صراحه وفيهم البركه الله يبارك فيك ان شاء الله ابو يوسف الله يحفظك يا ابو يوسف الله يسلمك اشكرك يا ابو يوسف على المداخله شكرا لك استاذ هاني حياكم الله شباب أنا عندي هم القضية نتمنى أن يكون في استعجال فيها بعد قضية الإنارة عندنا في المنطقة لا تزال المنطقة عايشة في ظلام للأسف نعم. نعم. مثل ما شبت الإنارة هذا عنصر مهم جدا في القضية الأمنية لأن تصبح منطقة مكشوفة راح تحد من السرقات نأمل إن شاء الله وزارة الكهرباء تستعجل على الأقل في موضوع الإنارة ونتمنى أن يكون نبي وعد من جهات مسؤولة او ان النبي يعني يكون في احد يطلع لنا يعطينا كلمه انه متى يوصلنا التيار احنا كقطع مغضوب عليها يعني اي يعني احنا لازم بد ان احنا نرتب امورنا هني كش قاعد اي هني احنا بناخذ من كيبل الحين لا ابو عليك ابو احمد انا بقول شغله بس انا معي دقيقتين راح اوزعها بينكم واعتذر للاستاذ عباس خاجل ما عندي وقت المداخله واعتذر كل المتصلين على التلفزيون وانا وعدكم المتابعه احنا بعد العيد بشهر نحتصل نتواصل مع محمد بوشير ونحدد لكم حلقه باذن الله ان شاء الله بالنسبه حق مداخله الاخ ابراهيم العيدان من ساعه ونحطوا جنريتر عشان يشوفون في بعض الشركات مالت التكييف ما صح تطيح الكفاله صح فاليوم انا عندي فصل الشتاء يعني ترى كله شهرين ونص بعد اذا مو اقل بعد انت اليوم حطيت جنريتر وقعدت زين خلينا نقول الشتاء ما مددنا حق التكييف زين عقب ما وصله الكهرباء شو نسوي عرفت الفكرة يا أبو أحمد فإحنا اليوم نرد نقول مرة ثانية طالما نهاية البرنامج أنا أتشكر منك ومن قناة الشاهد بصراحة ومن المهندس محمد أبو شهري واللي شاركونا من مداخلات من إخواننا هو وعدكم إن شاء الله بخاصة منكم بعد شهر إن شاء الله وأتمنى وليت تواصل معي علي بالواتساب إن شاء الله على أساس إن بعد شهر هم نتصل على سيد المهندس محمد وراح نتابع إن شاء الله إن شاء الله ما قصرتوا ويعطيكم العافية وسامحونا اذا ثقلنا عليكم الله يسلمك ما قصرت كل يوم تجون عندنا هنا تعال كل يوم هيك انا ما والله احنا ان شاء الله نتمنى ايصال التيار الكهربائي نفس ما تفضل فيه ان شاء الله ونتمنى نشوف الفنيطيس الصراحه مضاءه وحاله حال المناطق الكهرباء حق بيتهم دق علينا نصورها عفوا عليك تامر وانت والشباب بعد شهر من العيد يعني تامر بتعيدون عطى شهر ابو شهر وندش عليه ان شاء الله باذن الله ونشوف حاله حال مناطق الكويت الثانيه عاد بيكم رايح تقول رايح الحج ها ايه انا قايل له ان شاء الله عاد تنسى دعاء صغير ان شاء الله ابو احمد احنا اول شيء البشاره الطيبه للاخوان بعد شهر وقال المهندس محمد وان شاء الله احنا الفال لنا ونتمنى لهم ان شاء الله احنا بس اللي نحتاجينه وعد مثل الوعد الاخوان وناخذ فيه على اساس ان نكمل امورنا نعرف امورنا بس لك وعد احنا متابعين دوركم ولنا يعني ولنا احنا طلب عنده انه يشوف الامر وين راحت الاجراءات
وبس يعطينا وعد مثل ما اعطى الاخوان، واحنا نقول الله يوفقهم والفال لنا، واحنا بنبدا بالبدايه ان منطقه واحده. واخيرا نشكركم وما قصرتوا وعساكم هذا برنامجكم مشكور. احنا واقعا يعني مستبشرين الخير دام ان الوزاره تضم في فحواها مهندس مثل ابو شهري، ان شاء الله مستبشرين خير يعني. ان شاء الله واقعا يعني احنا كذلك يعني نتقدم بالشكر الجزيل لقناتكم الموقره واستضافتنا لمعايشتكم همومنا، يعني واقعا كنا باب كانت مسكره بوجودنا سابقا يعني، يعني ان شاء الله فعلا خير باذن الله. يعني ليت فريق الاعداد يسجل في امكانيه باكر ان نكلم المهندس جاسم اللنقاوي على نفس الموضوع وتكون هدي عاد انتم سجلوها الاعداد مو انا اللي اذكركم. عاد سبحان الله تقسيمه الحلقه صاروا المغضوبين هنا والله بعض يعتقد انها مقسمه، والله ما هي مقسمه. لا 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 يكونها من هنا في بعد. لا لا ان شاء الله احنا بنتم زعلانين لما توصلك. الله يجزاكم خير. والله شوفوا اذا وصل الكهرباء بعد شهر والله ما ادرى عنكم. لا 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 احنا بنوقف الكهرباء بعد. الله يوفقكم والله اجمعين ان شاء الله. الله يوفقكم وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باكر راح يكون معنا مداخله مع تابعونا ان شاء الله مع جاسم اللنقاوي يسجلون فريق الاعداد هالنقطه راح نسال على موضوعكم المغضوب عليهم راح يوصلكم الكهرباء ان شاء الله. ان شاء الله واحنا ايضا علي تواصل معنا اي مشكله تواجهونا اي احداث احنا راح نتواصل معكم. هذا برنامجكم انا شاكر لكم على حضوركم. اتمنى رساله الى الاخوان لسمو رئيس مجلس الوزراء الى وزير الكهرباء والماء وشاكر المهندس محمد بوشيري لمداخلته. اتمنى من القلب تهتمون في قضايا المواطنين وان شاء الله مشكلتكم عن قريب تخلص. اتمنى من القلب صادقا لكل مسؤولين الدوله عندما نطرح قضيه يكون هناك تجاوب لنضع الحلول لمصلحه هذا الوطن. ادعو الله ان يحفظ الكويت الكويت ولن ولا يصالحها.